بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السيدات والسادة، مبتلات ومبتلون وسائل الإعلام، السيدات والسادة المسؤولات والمسؤولون بالوزارة، أيها الحضور الكريم، أرحب بكم في هذه الندوة الصحفية التي تأتي بعد يوم من انطلاق الموسم الدراسي الجديد 2023-2024، والتي نعقدها من أجل تسليط الضوء على المعطيات والمستجدات الأساسية للدخول المدرسي. وأشكر بداية السيد رئيس المؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين على حسن الاستقبال وعلى توفير هذا الفضاء المتميز لاحتضان هذا اللقاء، وأشكر ممثلي منابر الإعلامية المتواجدة معنا على حضورهم لتغطية أشغال هذه الندوة، مستحضرا الدور المحوري الذي يمكن أن تلعبه وسائل الإعلام في مواكبة الإصلاح التربوي وتعزيز التعبئة المجتمعية حول هذا الورش المصيري لمستقبل بلادنا. أيها الحضور الكريم، لقد التحق يوم أمس بمقاعد الدراسة ما يقارب 8 مليون تلميذة وتلميذ بالتعليم الابتدائي والإعدادي والتأهيلي في القطاعين العمومي والخصوصي، وأستغل هذه المناسبة لكي أتوجه للتلميذات والتلاميذ بخالص المتمنيات بمسار دراسي موفق وناجح، وحتى تنطلق الدراسة بشكل فعلي في الوقت المقرر لها، فقد اتخذت الوزارة كل الترتيبات التحضيرية الضرورية لتوفير مستلزمات العرض المدرسي من بنية تحتية مدرسية وتجهيزات ودعم اجتماعي وموارد بشرية وتنظيم تربوي. كما قمنا بمجموعة من الزيارات الميدانية والتفقدية لبعض المؤسسات التعليمية من أجل الوقوف على الترتيبات المتعلقة بتحضير الدخول المدرسي، وكذا بتنزيل مجموعة من الأوراش الإصلاحية. أيها الحضور الكريم، إن السنة الدراسية الجديدة تأتي في سياق مواصلة تنفيذ الفعلي لتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إصلاح المدرسة المغربية، والتي تم على أساسها وضع قانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وتحديد أولويات برنامج العمل الحكومي في مجال التربية والتكوين، وهي مرجعيات أساسية شكلت الإطار الاستراتيجي الموجه لأهداف خارطة الطريق لإصلاح التربوي 2022-2026 من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع، بأهدافها الاستراتيجية الثلاثة المرتبطة بالتفتح، اكتساب التعلمات الأساس، والحد من الهدر المدرسي. إننا نسعى إلى جعل السنة الدراسية الجديدة سنة مفصلية في تحقيق تحول المدرسة العمومية من أجل تلميذات وتلاميذ متفتحين وناجحين في مسيرتهم الدراسية وفي حياتهم الاجتماعية والمهنية. وعلى هذا الأساس سيتم تنزيل مجموعة من المشاريع والتدابير المهيكلة، سأتطرق لتفاصيلها أساسية خلال العرض الذي سأقدمه بعد قليل، وهي مستجدات تم التأسيس لها منهجيا وإجرائيا خلال الموسمين الدراسيين المنصرمين وفق مقاربة البناء المشترك،
كما تم تجريب مجموعة من المشاريع والتدابير المستجدة وتكوين الفاعلين التربويين حولها وتوفير ملتزماتها المادية واللوجستيكية. وسيتم العمل على تنزيل هذه الأوراق الإصلاحية وفق حكامة ناجعة تقوم في مقاربتها المنهجية على إحداث التغيير من قلب الفصول الدراسية وعلى التجريب قبل التعميم، وكذا التقييم المنتظم من أجل التقويم الناجع بما يكفل بلوغ الأهداف المستطرة وتحقيق الأثر المنتظر. أيها الحضور الكريم، لابد ونحن في مستهل المشوار الدراسي الجديد من توجيه خالص عبارة الشكر لمختلف الفاعلين بالمنظومة ولجميع الشركاء، مع توجيه شكر خاص لهيئة التدريس التي نعتبرها حجر الزاوية والفاعل المحوري في نجاح الإصلاح، واستحضارا لما تقوم به من مجهودات دؤوبة. وهي مناسبة كذلك لتجديد الدعوة إلى جميع الفاعلين والشركاء من أجل الانخراط القوي في مسار التحول الذي تفتحه السنة الدراسية الجديدة، حتى نتمكن بتضافر جهودنا جميعا من إحداث التحول النوعي المنشود للمدرسة العمومية، لكي تقوم بدورها في التأهيل العلمي والمعرفي وتنمية الرأسمال البشري وتحقيق الاندماج الاقتصادي والاجتماعي والثقافي في ظل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ونصره. وأدعوكم الآن إلى متابعة هذا العرض التفصيلي حول معطيات ومستجدات هذا الدخول المدرسي. دونك إلى سمحتي مباشرة غندوزو إلى تقديم بعض المعطيات. ألوغ إلى سمحتي راه غادي يكون واحد الملف اللي غادي توزع عليكم بعد هذا، واحد الملف اللي غادي توزع عليكم بعد هذا اللقاء اللي فيه كل المعطيات أماكن رقمية. أنا اللي بغيت نركز عليه من خلال هذا الندوة وهذا اللقاء هو واحد الجانب اللي هو ديال نوعي ديال الإصلاحات النوعية اللي هي عندها واحد الأثر على التلاميذ وعلى مكتسبات وعلى التعلمات ديال التلاميذ. أولا بغيت نأكد بأن هذا التحول ديال المدرسة العمومية احنا بغينا منه أولا التحكم ديال التلاميذ في التعلمات، وفي نفس الوقت نكونوا نوع من الاستقلالية ديال هاد التلاميذ ونمكنهم المهارات اللازمة لضمان مستقبلهم. وهذا يعني أيضا واحد التغيير في طرق وكيفية نقل المعرفة. فخلال ما نعرفش كاين يلا هاد وهذا الملف كله راه غادي يتوزع عليكم. انا نحاول غير نركز على بعض النقاط اللي تنعتبرها اساسيه. خلال هاد السنه كاين واحد العدد ديال المنجزات اللي بغيت ناكد عليه، هو انطلاقا من السنه الدراسيه، بدايه السنه الدراسيه 2022 2023، اولا تمت واحد اعاده هيكله مسار تكوين المدرسين بالتعاون مع التعليم العالي. في نوفمبر تمت اعتماد خريطه الطريق من طرف في اطار واحد المجلس الحكومي. في يناير تم الاتفاق مع المركزيه النقابيه التعليميه الاكثر تمثيليه على المبادئ الاساسيه ديال النظام الاساسي الجديد.
انطلقنا في مارس واحد العملية اللي هي جديدة اللي هي العمل التربوي اللي هو في واحد 17,000 ديال الطلبة اللي هما مسجلين في الإجازة في التربية اللي التحقوا لتدريب أسبوعية داخل المؤسسات التعليمية وهذا لأول مرة في المنظومة. خلال هذه الفترة أيضا كان واحد العمل باش داك التجربة ديال المعالجة تاع التراث في وفق واحد المقاربة اللي هي مقاربة طغل تم خلال هاد الفترة ديال مارس لواحد ديوز تقريبا واحد 17,000 ديال التلاميذ اللي استفدوا من هاد المقاربة. وبغيت أيضا نشير إلى شواهد البكالوريا الرقمية لأول مرة، هادو بعض المستجدات اللي خلال هاد السنة أنا بغيت غير أو نأكد على البعض منها لأن اعتبرتها تعطي واحد الفكرة على التحولات اللي استعرفها المنظومة. احنا من خلال هاد السنة الدراسية الجديدة أو الموسم الدراسي الجديد الهدف عندنا هو كيفاش تسريع وتيرة الإصلاح داخل الفصول الدراسية. نعتبره إلى كاين واحد المجهود خصو يدار هو ما هو التنزيل ديال الإصلاح باش ما يبقاش واحد الإصلاح اللي هو غير نظري ولكن واحد الإصلاح اللي عنده واحد الأثر على المستوى وعلى الجودة ديال التعليم. وهذا في الحقيقة تيجعل بأن احنا ركزنا أولا على التعليم الأولي. التعليم الأولي احنا غادي في التعميم ديالو نعطيكم بعض الأرقام اللي تتبين المجهودات اللي تديرها الدولة، ولكن اللي هو أهم هو كيفاش نحافظوا على الجودة ديال هاد التعليم الأولي ويكون عنده داك الأثر اللي بغينا باش نعتبروه حقيقة استثمار بالنسبة للمستقبل ديال هاد الأطفال. جانب ثاني هو برامج تدريس، جانب البيداغوجي داخل الأقسام اللي هناك أيضا هناك واحد الاجتهاد باش نحاولوا كيفاش نساعدوا التلاميذ ويدعموا التلاميذ اللي عندهم تعثرات وأيضا نحسنوا طريقة التدريس داخل الأقسام. النقطة الثالثة هو كيفاش نفعوا من خيرات ومن تعبئات هيئة الأطر لا التربوية ولا الإدارية باش تواكب هذا التحول داخل المدرسة. والنقطة الرابعة هو الجانب اللي متعلق بالمؤسسات التعليمية اللي من خلال واحد النظام اللي عندهم شغلوا به اللي هو ديال علامات الوجودة لا لابيليزاسيون ديال هاد لي زيتابليسمون باش يلعبوا الدور ديالهم كامل في تطوير المنظومة. وحنا غاديين تدريجيا في رفع الاستقلالية ديال هاد المؤسسات التعليمية وديال الطاقم التربوي باش ياخذ المبادرة وباش داك الأهداف اللي تنعتبروها أهداف استراتيجية يتملكها ويساهم في التنزيل ديالها. إذا بديت بمحور ديال التلميذ، احنا كيف انا قلتها احنا اللي بغيناه هو كيفاش هاد التعلم والتفتح والتنمية ديال قدرات الأطفال احنا اعتبرنا خصها تبدا منذ السن ديال الرابعة. كل الأطفال اللي عندهم 4 سنوات يتسجلوا ويبداو الدراسة ديالهم في واحد التعليم أولي اللي نذكر تعليم أولي مجاني وتعليم أولي بالحفاظ على الجودة اللي احنا تنتظروا من هذا التعليم الأولي. لكن التعميم احنا بغينا نشوف التعميم ولكن التعميم ماشي على حساب الجودة. ولهذا غتشوفوا واحد العدد ديال الإجراءات اللي اتخذت باش نشوف هذا الاتجاه. اولا انا لازم نذكر غير بواحد النموذج اللي اخترناه. احنا مشينا بواحد النموذج ديال نشتغلوا مع النسيج الجمعوي
لتسيير التعليم الأولي، ولكن باختيار هاد الشركاء اللي هما شركاء اللي عندهم القدرة باش يضمنوا هاد الجودة. خلال بداية السنة الماضية 2022، غير باش نذكر، كنا رفعنا عدد الأقسام بواحد 4400 قسم، ورفعنا من نسبة ديال العمومي فيما يخص التعليم الأولي تقريبا ب 11%. وخلال هذه السنة رفعنا من المنحة السنوية المخصصة لكل فصل دراسي. لماذا رفعنا من هذه المنحة؟ أولا باش كل هاد الشركاء يضمنوا على الأقل سميك، يضمنوا كل الحقوق ديال هاد المربيات في نفس الوقت بما فيها الزيادة في السميك اللي تقرف من طرف الحكومة، وفي نفس الوقت باش نضمنوا تكوين ديال هاد، لا تكوين الأساس ولا التكوين المستمر ديال هاد المربيات ومربيين، وفي نفس الوقت التأثير الضروري ديالهم إلى بغينا نحافظوا على هذه الجودة. فخلال هذاك الموسم تقريبا واحد 9000 مربية ومربي اللي تم التكوين ديالهم خلال هاد السنة. شنو هما المستجدات؟ دابا هادشي درناه خلال هاد السنة، شنو هما المستجدات ديال هاد الدخول المدرسي؟ أولا لازم نسجلوا واحد المجهود إضافي، ارتفاع بالتعليم الأولي العمومي ب 15%. هذا فيه تعني 4700 قسم اللي هما غادي يفتحوا بداية هاد السنة، بما فيهم أقسام اللي هيئتهم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية اللي بطبيعة الحال من الشركاء اللي تشتغلوا على هاد الموضوع. تم واحد التوظيف ديال 6000 مربية ومربي جدد من طرف هاد الجمعيات اللي هي تتدبر هاد القطاع، وهناك واحد المجهود اللي تيدار في تكوين الأساس. مرينا كانت هاد تكوين الأساس كان المدة ديالو 400 ساعة، مرينا إلى 950 ساعة ديال تكوين الأساس باش كل هاد المربيات والمربيين كنا يتمكنوا من طبيعة الحال من البرنامج ومن كل اللي هو ضروري باش يواكبوا هاد التعليم الأولي. بدينا نشتغلوا على المعايير ديال هاد لاختيار الجمعيات اللي هي تشتغل مع الوزارة، اللي هي وحنا غير باش نعطيكم واحد الفكرة، في 2021-2022 كانت تقريبا 1300 جمعية اللي هي تشتغل في هذا القطاع. اليوم كاين 660 جمعية اللي هي تشتغل، هناك واحد حلقة ثقة اللي تيتم حسب الجودة ديال هاد الجمعيات وحسب شنو هي الجمعيات اللي تضمن الجودة ديال التعليم الأولي، تتحافظ على أيضا على كل تعطي الضمانات للمربيات والمربيين، تتواكب الأقسام وتجهيز الأقسام هاد في انطلاقة ديال هاد الموسم. فكل تلاميذ اللي غادي يلتحقوا بالابتدائي السنة الأولى ديال الابتدائي غادي يتم واحد التقييم اللي غادي يتم، راه حقا غادي ينطلق هاد الأيام من دابا الأخير هاد الأسبوع باش نشوفوا هاد التلاميذ اللي تيوصلوا للابتدائي شنو اكتسبوا خلال التعليم الأولي، ونعرفوا شنو هي هاد الجودة ديال هاد التعليم الأولي، وهذا غادي يساعدنا باش إلا كانوا إصلاحات اللي هي ضرورية نرجعوا ونحسنوا أيضا هاد، لأن إحنا في حاجة إلى تشخيص اللي يكون تشخيص دقيق واللي يكون تشخيص علمي، وهذا علاش إحنا اشتغلنا على واحد العدد ديال طريقة ديال التقييم أيضا اللي هي طريقة خاصة نظرا لمستوى التلاميذ. دائما في هذا المحور ديال التلميذ احنا اعتبرنا بأن دعم التلاميذ هو ضروري إلى بغينا نحقق النجاح ديال التلاميذ، ولا بغينا نحقق أيضا الإنصاف
ديالهم وتكافؤ الفرص، لان واحد العدد ديال التلاميذ اللي هما موجودين في التعليم العمومي جايين من فئات اللي هي البعض منها فئات هشه او متوسطه، وهاد يمكن ما تيتوفروش بنفس امكانيات داخل الاسر اللي بعض الفئات تتكون عندها هاد الامكانات. ولهذا حنا اشتغلنا على كيفاش نعالجو. انتما تنتوما في بالكم بان كان واحد التقييم اللي دار خلال هذه السنوات الاخيره اللي تبين بان هناك صعوبات، واحد العدد ديال التلاميذ عندهم تعثرات وتعثرات كبرى في الاقل من الابتدائي. ولهذا حنا طلقنا واحد العمليه باش معالجه هذه التعثرات وفق واحد المقاربه اللي هي مقاربه التدريس وفق المستوى المناسب. غير اللي بغيت نقول بان هذه المقاربه حنا بطبيعه الحال كانت استفاده من التجارب الدوليه، ولكن راه المفتشين ديال الوزاره اللي اشتغلوا على المقاربه اللي حاولوا يلائموا الكونسيبت العام ديال هاد الطال الوضعيه ديال داخل المنظومه ديالنا، وتم واحد العمل اللي هو عمل جد جد مهم في هذا الاتجاه، واللي عطى حنا كانت كيف قلت كانت تجربه وعطات نتائج، وهذا غادي يساعدنا باش نوسعوا هذا. حنا خلال هذه السنه تم ايضا تكوين مفتشين في ما يسمى مقاربه التعليم الصريح، لونسينمون افيكاس. استفدنا ايضا من تجارب دولية، كان تجارب ميدانية داخل المنظومة اللي بينت بأن هذا التعليم الصريح أو الناجع أعطى نتائج، ولهذا مشينا في اتجاه ديال تكوين مفتشين وتكوين أساتذة. اشتغلنا على محتويات أو تطوير محتويات كتاب المدرسي المرشعي بما فيه دفتر التمارين، بما فيه دلائل بيداغوجية للأطر التدريس. وخلال هذه السنة اللي مضات أيضا اشتغلنا إلى تذكروا بأن في الموسم السابق طقنا واحد التجربة ديال الأنشطة الاعتيادية. هذه الأنشطة الاعتيادية في العربية، في الفرنسية، في الرياضيات، وفي الحركة البدنية في التعليم الابتدائي. وهذه الأنشطة همت في هذه المرحلة في السنة الماضية همت تقريبا واحد 900 مؤسسة. إذا هذا الشيء تنجز، شنو هو المنتظر؟ شنو غنديروا خلال هذا الدخول المدرسي وخلال هذه السنة الدراسية؟ سميتو دكتارل كانت همت 17,000، اليوم الهدف ديالنا هو تهم 400,000. دونك غننتقلوا من 17,000 الى 400,000. طبيعة الحال تنقول هنا هاد الارقام وراء 400,000 هذا واحد تعبئه واسعه ديال الاطر التربويه وديال الوسائل اللي هي وراء هذا سميتو. وهاد العمليه انطلقات بطبيعة الحال كانت تكوين الأساتذة خلال فترة ديال شهر يونيو اللي غتساعد باش الانطلاقة ديال هذا الدعم الاستدراكي يتم مع الدخول المدرسي تقريبا 5 ديال الأسابيع اللي هي مخصصة لهذا الدعم. ومن بعد هذه 5 ديال الأسابيع يمكن الدعم يستمر بواحد الوتيرة اللي هي أسبوعية، بعض الحصص اللي تخصص لهذا الدعم. الجانب الثاني هو تجديد طرق التدريس لا في اللغتين، لا العربية ولا الفرنسية. احنا هذا الموضوع ديال اللغات تنعتبره مهم انطلاقا من الابتدائي، ولهذا لا طريقة التدريس ولا ديال وغن ايضا نفتحوا المجال لتدريس اولا تعميم اللغه الامازيغيه، وهذا احنا
انطلقنا في هذا الدخول المدرسي. عندنا تقريبا هذه السنه الدراسيه 31% ديال المؤسسات اللي هي في الحقيقه تتم فيها التدريس الامازيغيه. وانا كنت علمت بان في واحد المده ديال دابا 2026 حنا بغينا نوصلوا ل 50% ديال المؤسسات، ومن دابا 2030 تكون كل المؤسسات فيها تعليم تدريس الامازيغيه. نفس الوقت الانجليزيه، حنا اعتبرنا بان في الاعدادي كانت الانجليزيه التدريس ديالها تيتم في السنه الثالثه ديال الاعدادي، انطلاقا من هذه السنه في السنه الثانيه وبعض التلاميذ ديال السنه الاولى غادي يبداو الدراسه ديال الانجليزيه. غير باش نعطيكم ارقام، في الدخول المدرسي هذا 28% ديال التلاميذ ديال السنه الاولى غادي يكون عندهم دروس الانجليزيه، وتقريبا 62% ديال السنه الثانيه. خلاص السنه الثالثه تقريبا 100% ديال التلاميذ عندهم دروس ديال الانجليزيه. هذا تيبين واحد المجهود، وهذا المجهود في واحد العامين حنا الاعدادي غادي يتم تعميم اللغه الانجليزيه، تدريس اللغه الانجليزيه في الاعدادي باش نواكبوا واحد ايضا انتظارات ديال التلاميذ ونساعدوهم يهيئوهم. تقريبا هاد الدخول المدرسي واحد 75,000 تلميذ غادي يستافدوا من التدريس في الابتدائي، السنه الخامسه والسنه السادسه ديال الابتدائي غادي يكون دي سيونس ديال لا روبوتيك. دونك حنا اشتغلنا، كاين تجارب اللي دارت السنه الماضيه، حنا غنوسعوا هذا المجال، لان وراء لا روبوتيك هي طريقه التفكير ولا بروغراماسيون لا لوجيك، واحد العدد ديال المهارات اللي يمكن التلميذ يطورها. احنا ايضا غنعطيو الانطلاقه هاد السنه في الاعدادي لواحد مراجعه شامله ديال المناهج السنه الاولى. دابا كل سنه المناهج ديال الاعدادي غتتم المراجعه ديالها، غنبداو السنه الاولى وكل سنه غنمروا للسنه الثانيه والسنه الثالثه. دونك هذا العام غنبداو اولا تنهيئوا هذه المناهج باش السنه المقبله يتم تعميمها في السنه الاولى، والسنه الجايه غنهيئوا المناهج ديال السنه الثانيه ديال الاعدادي، ومن بعد السنه الثالثه ديال الاعدادي. واخيرا بغيت ناكد بان داك الانشطه الاعتياديه غادي يتم تعميمها خلال السنه تدريجيا، من خلال هذه السنه لجميع المؤسسات الابتدائيه، لان تم التقييم ديالها بينت بان عطات نتائج. حنا كنا تقريبا 900 مؤسسه اللي هي معنيه، الان كل المؤسسات ديال التعليم الاولي ديال التعليم الابتدائي غادي يتم فيها هذا. دائما في هذا المستجدات ديال الدخول المدرسي في محور التلميذ غنأكدوا وغنرفعوا من التقييم ديال التلاميذ داخل المؤسسة، حتى تنشتغلوا على دفتر الكفايات ليفري دو كومبيتونس اللي في البداية غادي يتم اعتماده في داك المدارس في لي زيكول بيونيير ومن بعد غادي يتم تعميمه لجميع المؤسسات. وايضا راه في اخر السنه تم موافاه كل مديرين المؤسسات بالنتائج ديال التلاميذ ديالهم في الامتحانات الاشهاديه. كل مؤسسه توصلت الابتدائي تتوصل بشنو هما النتائج ديال التلاميذ في كل الامتحانات ماده بماده باش يعرفوا شنو هو المستوى، وباش يكون واحد الاجتهاد ايضا ديال الطاقم التربوي حول هذه النتائج. وهذا تيخلق واحد الديناميكيه ديال التغيير وديال
المبادره باش نحسنوا هذه النتائج في كل مؤسسه. هذا الدار بالنسبه للابتدائي، الدار بالنسبه للاعدادي السنه الثالثه ديال الاعدادي، والدار بالنسبه للبكالوريا النتائج ديال البكالوريا. ومن طبيعه الحال كاين واحد من المستجدات هي انطلاق واحد الديناميه جديده من خلال هاد مؤسسات الرياضه. غير باش نلخص، راه تقريبا واحد 630 مؤسسه اللي منخرطه في هاد العمليه. هذا تهم 322 الف تلميذ ديال الابتدائي، وتهم تقريبا واحد 11 الف ديال هيئه التدريس والتأطير. وهذا احنا بالنسبه لنا هذه العمليه هي تصور ايضا مدرسه العد. من طبيعه الحال انطلاقه مهمه، لان 630 مؤسسه و 323 الف تلميذ، ولكن الهدف ديالنا هو من بعد تقييم ديال هذه الانطلاقه هذه السنه نعمو هذه التجربه تدريجيا باضافه تقريبا واحد 2000 مؤسسه سنويا في السنه المقبله والسنه اللي من بعد. هاد المدرسه الرياضه شنو فيها؟ عندها في الحقيقه 4 ديال المكونات. اولا هادشي ديال الدعم الاستدراكي ضروري في هاد المؤسسات، كيفاش يتم التدريس وفق المستوى المناسب ديال التلاميذ. اذا تيكون واحد التقييم ديال التلاميذ، حسب هاد التقييم تيكون مجموعات تتكون داخل المؤسسه، وكاين برنامج خاص للدعم اللي هو مناسب هاد المستوى ديال هاد كل مجموعه ومناسب المستوى ديال هاد التلاميذ. الان هاد الدعم غادي ينطلق في 3 ديال المواد كيف قلت، العربيه الفرنسيه والرياضيات. هو هاد التدريس فوق المستوى المناسب غادي يعم واحد العدد ديال المؤسسات، ماشي غير مؤسسات الرياضه، ولكن في مؤسسات الرياضه ضروري وتهم كل الاقسام وكل المستويات. النقطه الثانيه، في المكون الثاني في هذه المدرسه الرياضه، هي الممارسات الصافيه او الناجعه اللي تتواكب التلاميذ في من ناحيه ديال التدريس، يكون واحد التعلم تدريجي وتنطلق ما هو سهل الى ما هو اصعب، وهذا تيواكب الحقيقه ايضا المستوى الحقيقي ديال التلاميذ داخل الاقسام. والاستاذ ما تيدوز تركز اكثر على واش التلاميذ تعلموا شي حاجه اكثر من تركز على المقرر. هذا هو الفرق مع، لكن يمكن الممارسات الكلاسيكيه اللي كانت. المكون الثالث هو التدريس وفق مقاربه الاستاذ المتخصص. بعض المؤسسات، ماشي جميع المؤسسات، ولكن بعض المؤسسات غنمشيو في هذا الاتجاه ديال الاستاذ المتخصص. كانت تجارب بينات بان تعطي نتائج، لان تيكون حتى الاستاذ المتخصص يكون تيتمكن من الماده وتيسهل عليه ديك الساعه تدريس داك الماده، وتيواكب التلاميذ باش يحسنوا المستوى ديالهم في المواد اللي تيكون تيدرسها. وحنا مشينا في هذا الاتجاه. والمكون الرابع هو هذا الموضوع ديال علامات الجوده، اللي في الحقيقه علامات الجوده باش نسهل، نتوما تعرفوا بان خريطه الطريق فيها 12 ديال الالتزامات. هتقولوا على مستوى ديال كل مؤسسه هاد الالتزامات كيفاش تطبقها، كيفاش المؤسسه تطبق هاد الالتزامات. من طبيعه الحال بمساعده وبدعم من طرف الوزاره، وحنا اولا خصصنا واحد الميزانيه خاصه للمؤسسه باش نعطيوها نوع من الاستقلاليه في اخذ المبادره. وفي نفس الوقت هناك في اطار الاتفاق اللي تم مع المنظمات النقابيه، هناك نقطه اللي هي
تتهم تحفيز هذا الطاقم التربوي اللي موجود والتي يواكب هذه المؤسسات اللي عندها هذه العلامة ديال الجودة. محور الأستاذ، أنا كيف قلت هذا محور تنعتبره جد مهم، وتنعتبره بأن كاين شي تحول إلى ما كانش الأطر التربوية والأطر الإدارية ديال الوزارة من خارطة فيه وتجتهد، ولهذا حنا اشتغلنا على بعض المواضيع. أولا احنا إضافة إلى، يمكن نبدأ بموضوع النظام. أولا النظام الأساسي، غير باش نأكد احنا مشينا في اتجاه واحد النظام موحد، نفس النظام اللي هو منبثق من القانون ديال الوظيفة العمومية، ونفس النظام تيطبق على جميع أطر ديال الوزارة. هذا إذن نفس الحقوق، نفس الواجبات، نفس المسار المهني، وهذا الحقيقة غادي يجعل بأن تقريبا ما كان يسمى بأطر الأكاديميات أو المتعاقدين أو تقريبا 140,000 اللي عندنا الآن في المنظومة، غتمكن أولا باش يتم الترسيم ديالها، ثانيا باش تستفد من الترقية، لأن لحد الآن ما كانش الترقية ديال هم. هاد العملية ديال توظيف هاد الأطر تمت بدات 2016، واحد العدد منهم الآن راهم كلهم يستافدوا من الترقية، ولكن كانت خص واحد العدد منهم كانت تنتظر هاد النظام الأساسي باش يتم الترسيم ديالو وباش يمكنهم يستافدوا من هاد الأقدمية اللي هي عندهم دابا. البعض منهم عنده 6 سنين 7 سنين في المنظومة. هذا واحد المجهود مهم اساسي، وغادي يحل واحد المشكل اللي نتوما تبعتيه، كان لما كان خلال عدد ديال السنوات هو كان مطروح. بلا ما ندخل انا بغيت نعطي بعض النقاط اللي هي اساسيه، باش لان هادشي ديال النظام الاساسي راه غنرجعوا له من يتم المصادقه عليه من طرف الحكومه، ونكملوا هذا النقاش مع النقابات. لأول مرة تم اتفقنا مبدئيا مع النقابات بأن سيتم إحداث درجة ممتازة لفائدة بعض الموظفين. ذاك الموظفين اللي كان المسار ديالهم المهني تتوقف في السلم 11. هذا واحد المجهود أيضا اللي هو جد مهم. هناك أيضا واحد تشجيع أو عدد، كيف قلت كاين مكافأة ديال أطر إدارية وأطر تربوية داخل هذه المؤسسات اللي هي تحصل على علامات الجودة، واللي غتوصل تقريبا 14,000 درهم سنويا. هذا يعني 10,000 درهم في البنات، كل هاد الأطر. ولهذا هذا واحد المجهود. احنا هاد الإشارة ديال الجودة تقريبا الهدف ديالنا هو نعموها تدريجيا على كل المؤسسات، وهذا يعني بأن هاد التحفيز غادي يهم في المستقبل تدريجيا كل أطر اللي هي موجودة داخل الأقسام وداخل المؤسسات التعليمية، إضافة إلى تعويضات تكميلية لبعض الفئات وتسويات واحد العدد ديال الملفات اللي هي كانت عالقة لمدة طويلة. حدا هذا النظام، مراجعة ديال النظام الأساسي، اشتغلنا على موضوع تكوين ديال الاساسيده. دابا هاد الاركيتكتور ديال التكوين زعما كاين اللي عندنا 3 سنين في الاجازه التربيه ولا في الزناس التعليم العالي، راه غادي باش داك الاجازه غادي يردها من
نرجعوا للناس اللي تابعين التعليم العالي والتكوين في 3 سنين. توظيف ديك الساعة عبر مباراة، سنة في المراكز الجهوية مهن التربية والتكوين، وسنة تدريب داخل الأقسام. لهذا حقيقة هناك واحد وفي نفس الوقت تنجعلو هذا التكوين يكون عنده علاقة بما يجري داخل الأقسام. أنا تكلمت على ذاك طلبة ديال الإجازة اللي كلهم الآن تيستافدوا من تدريب أسبوعي داخل المؤسسات التعليمية، وعندهم في المقابل عندهم واحد المنحة ديال تقريبا 1000 درهم في الشهر اللي تتساعد أيضا باش نرفعوا من الجاذبية ديال هاد المسلك. واليوم يمكن نقول لكم تقريبا 87% ديال الطلبة اللي تسجلوا العام الماضي في هذا المسلك كان عندهم الإجازة، كان عندهم سميتو مونسيون لا مونسيون في الباك. إذا هناك واحد المجهود اللي غادي يدار في هذا سميتو. حنا تنشتغلوا باش خلال هذه السنة يتم إرساء داك معهد الأستاذية اللي هو حقاً غارون دو لا كاليتي، هو اللي ضامن ديال الجودة ديال التكوين ديال الأساسيين، واللي أول مرة غادي يتم تنظيم واحد المنتدى المهني للمدرس. وهنا هذه مناسبة باش نشكر المؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لأن شريك مهم في تنزيل هذا المشروع. المحور الأخير هو محور المؤسسة. أنا ما ندخلش في التفاصيل ديال تأهيل وتجهيز واحد العدد ديال سميتو. اللي يمكن نركز عليه هو التجهيزات الرقمية. إلا زرتيو اليوم واحد العدد ديال المؤسسات غتشوفوا بأن الأقسام، حنا كان قبل كانوا غير الصال مولتي ميديا، دابا اليوم واحد العدد ديال الأقسام فيها فيديو بروجيكتور، أستاذ عنده ان بي سي اللي غادي يساعدو باش إيقاع الدرس، وغادي يساعدو باش داخل هاد الأقسام الدروس طريقة أماكن منهجية ديال التدريس يمكن لها التغيير. الرياضة المدرسية تنعتبروها حنا من الأولويات، وفي الحقيقة دار واحد المجهود خلال هاد السنة واللي مازال غادي يستمر. غير باش نعطيكم واحد الفكرة، تقريبا واحد 47 بطولة اللي تم تنظيم ديالها. شاركنا على نظمنا بطولتين على المستوى الإفريقي، نظمنا البطولة العالم للرياضة المدرسية في كرة القدم في المغرب، شاركنا في شي 7 ديال البطولات على الصعيد الدولي بنتائج اللي هي جد حقيقة فواحد المستوى اللي هو عالي. وأيضا لازم نشير لتسجيل أكثر من 6000 تلميذ في مسالك ومسارات الرياضة ودراسة. شنو هو في هذا الدخول المدرسي؟ تنشتغلوا أولا على تبسيط مشروع المؤسسة المندمج ورقمنا ديالو، باش هذا المشروع ديال المؤسسة هو مشروع قديم في الحقيقة كان موجود، ولكن نفعلوه بواحد الطريقة اللي هي ناجعة ونحسنوا المردودية ديالو، وربطناه بتعزيز ميزانية المؤسسات التعليمية. كانت قبل كل مؤسسة تتوصل تقريبا 21,000 درهم، دابا طلعناها 50,000 إلى 100,000 على حسب البرامج وعلى حسب المشروع. تنشتغلوا على واحد الشبكة ديال المؤسسين والمنسقين على مستوى الأحواض المدرسية. باش نفسر الفكرة، دابا هاد المؤسسات تتكون في واحد المديرية إقليمية، تتكون 100 150 200 مؤسسة
غير التنسيق مع المديرين تيكون صعب بالنسبه للمدير الاقليمي ولا بالنسبه للمصالح الاقليميه. مشينا في اتجاه بان في حاجه الى واحد الشبكه ديال اللي غتساعد باش ناثروا باش نواكبوا باش ندعموا اكثر شيء العمل الميداني الى بغي. ومن طبيعه الحال رفعنا من الاهتمام بالانشطه الموازيه. غير باش نذكر حنا الوزاره عندها تقريبا واحد 60 مركز للتفتح اللي موجودين في واحد العدد ديال المدن. حنا هاد المراكز غترجع هي دي تيت دو ريزو، وان كاين واحد التشبيك اللي حنا كنشتغلوا عليه باش نرفعوا من النشاط في واحد العدد ديال الميادين عندها علاقه بالجانب الثقافي، عندها بالجانب الفني، بالجانب ايضا عنده علاقه بالمواطنه والقيم، وعنده علاقه بواحد واحد العدد ديال كل انشطه التفتح اللي يمكن نرفعوها. لازم ناكد بان هذه العمليه، هذه الاصلاحات، هذه الاوراش اللي هي مفتوحه، وانتم تشوفوا الاهميه ديال هذه الاوراش، لان كل ورش يمكن تنديروا تنقدموا في جمله واحده، ولكن وراءه كاين واحد المجهود ديال الاطر على الصعيد المركزي، على الصعيد الجهوي، على الصعيد المحلي، باش ينجح هذا الورش. ولازم يكون المواكبه والدعم. من طبيعه الحال الموضوع ديال التمويل مطروح، وهنا غير بغيت نشير بان المجهود اللي تقوم به الحكومه راه استثنائي، راه مجهود استثنائي. من طبيعه الحال يمكن نشوفه غير كافي ومازال، ولكن ملي تنشوف انا هذا المجهود اللي تيفوت السنه الماضيه في الميزانيه ديال 2023 كانت زياده ديال اكثر من 6 مليار ديال الدرهم في الاداء. تتهم طرف تهم الموظفين، طرف تهم التسيير العالي والاستثمارات، ولكن هذا واحد المجهود استثنائي. مشروع قانون الماليه مازال تيتناقش الان مازال، ولكن غادي في نفس الاتجاه. اذا الدوله دايره واحد المجهود، حنا في نفس الوقت حاولنا نعبئوا عدد من الشركاء الجماعات المحليه. حنا وقعنا مع واحد العدد ديال الجهات اتفاقيات اللي هي تتساعد باش نوفروا تمويل اضافي لهذا القطاع مع المجالس الاقليميه، خاصه فيما يهم النقل المدرسي. مثل ما ذكرت ان النقل المدرسي اولا حنا تنعتبروه مهم اساسي لنجاح التلاميذ باش يلتحقوا باش نقصوا من الهدر المدرسي، ولكن في نفس الوقت خصو يكون واحد التمويل اللي هو طول السنه وكافي باش يشتغلوا، ومع السلطات المحليه، مع وزاره الداخليه، مع المنتخبين كاين واحد العمليه اللي تتم باش نحسنوا هاد الخدمه ديال النقل المدرسي. وهناك مع الجماعات ايضا واحد المبادره الوطنيه للتنميه البشريه اللي تتدخل في تعميم التعليم الاولي ولا الدعم الاجتماعي ولا ايضا في الانشطه الثقافيه، وهذا جد مهم لان في هذه العمليه ديال توسيع هذه الانشطه ديال التفتح. وهناك شركاء ديال المجتمع المدني يمكن تبعتيو بان هناك واحد العدد ديال الاتفاقيات. بغيت هنا نشير الاتفاقيه مع المؤسسات محمد السادس للنهوض بالاعمال الاجتماعيه للتربيه والتكوين. الحقيقه دار واحد المجهود، حنا تكلمنا على الفوروم دي زونسينيون، ولكن كاين واحد المجهود ايضا في لا التكوين ولا بعد لا دوتاسيون بي سي ديال لي زونسينيون اللي المؤسسه تتساهم فيه. مساهمه ديال مؤسسه المكتب الشريف للفوسفات وجامعة محمد السادس متعهد لي ام سي بي ايضا واحد المجهود مهم لتدبيره. هناك مساهمه ديال واحد المؤسسه تساهم في الجانب ديال الصحي، خاصه انطلاقا ومن هذه السنه غادي تبدا واحد العمليه مهمه بالتعاون مع المؤسسه المغربيه للنهوض بالتعليم الاولي اللي تتهم الاطفال ديال 4 سنين 5 سنين باش يكون واحد الافتحاص اولي ويكون واحد المواكبه ديال
الأطفال اللي هما في حاجة إلى علاج صحي. من طبيعة الحال هذا يتم مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، هناك أيضا مؤسسات سنادية، هناك لازم نذكر واحد التوقيع اللي غادي يتم خلال هذا الأسبوع ما بين جمعيات أو فيدراليات التعليم الخصوصي وفيدراليات وجمعيات آباء وأولياء التلاميذ، واللي حقا غادي يوضع واحد العقد ما بين طرفين بطبيعة الحال تدخل الوزارة في هذا المجال. وأخيرا ضمن هذه النقطة الأخيرة، أنا بغيت نأكد بأن هذا الإصلاح باش ينجح حنا تنشتغلوا على أوراش تفتحت، اللي هي أوراش عندها علاقة أولا كيفاش بالحكمة بصفة عامة، كيفاش نركزوا على باش يبقى الوزارة تعطي لكن نفوضوا كل الخدمات اللي هي ما عندهاش علاقة مباشرة مع الجانب التربوي اللي بغينا نجعلوه هو الأساس ديال تدخل الوزارة وديال اشتغال الوزارة. احنا اشتغلنا على جانب تعاقدي في تنزيل خارطة الطريق مع المديرين الجهويين، مديرين الأكاديميات. اشتغلنا ايضا تنشتغلوا ايضا على الجانب اللي عنده علاقه بالهيكله لا ديال الوزاره ولا ديال المؤسسه ديال الاكاديميات ولا ديال المندوبيات اللي غادي يساعدنا باش هاد الهيكله تكون هيكله تتواكب هاد الاصلاح واللي تتساعد باش لنجاح هاد الاصلاح. سمحوا لي الا طولت عليكم، ولكن اعتبرت بان دخول المدرسه هي مناسبه في الحقيقه باش نديروا يكون تقييم ديال شنو دار السنه الماضيه وشنو باغي نديروا خلال هذا